يا روحي أحيا بك وحنا غريبين، ماني بشوفك وانت يا روح ذاتي في داخلي، واشكي معك لوعة البين بعيد عني وانت نبضة حياتي. يا لحظتي لو الزمن بيننا سنين، ويا منوتي لو ما حصل لي مناتي، صوتي صوتي تقطع في فلات المحبين، وشوفي تبدد مع سراب الفلاتي. لا وهني منهم على الماء مقيمين، وأنا يبس صوت الرجا في لهاتي. أهيم أهيم في صحراء عديمة عناوين، متاهة خلو الشجر والحصاتي. لا، لازم تمشي، لازم تروح. إلى متى وهي هنا؟ على فكرة ترى أنتم مو ملجأ ولا بينها وبين صقر شيء من ورا ظهري. نوف، صقر لقى البنت مغمى عليها في الصحراء، ولا يعرف اسمها ولا هي تعرف اسمه، ولو بينهم شيء مثل ما تقولين ما كان جابها هنا. بس صقر زايد اهتمامه فيها. البنت مريضة ولازم نهتم فيها، وانتبهي لكلامك، لا تخربطين بالكلام. ابشري خالتي، انتبهي لكلامك. ابشري. ليش كل هالاهتمام فيها؟ ليكون صاير شي من ورا ظهري وانا مدري. انا وريك. خالتي انا بستأذن. تدري البنات جوني لين الشغل وبهم يفرحوني كل منك. وش دخلني انا؟ بعدين حتى انا ترى جوني المحل وبغى يسوون لي مشكله، بس لو والله ما ستر علي وسوى نفسهم زباين يشترون ساعات ولا كان رحت فيها بعد. يا ليل، اقول احنا لازم نشوف لنا حل ولا ترى بيغثونا. اقول احمد ربك ان مالك علاقه فيهم، انا اللي نشبت فيها بذا الخطبه، يعني بكره لو طلع اي شيء عند الموضوع انا اللي بروح فيها مسبب ذا الخطبه. المهم اسمع، انا بوسع نطاق بحث عن ديما وبشوف ايش يطلع معي. وانت الله يعينك امسك جوالك الحين وارسل البنات وهدهم ولعب عليهم، يعني احنا قاعدين قالبين الدنيا فوق تحت عشان ديما لما نشوف لنا حل. اوكي، بس يعني شلون بتوسع نطاق بحثك؟ انا اقول لك كيف. يما اقول لك هالبنت ما حبيتها ولا ارتحت لها، واضح انها تتدلع كل شوي، تسوي نفسها دايخه عشان الكل يهتم فيها، وخالتي المسكينه مصدقتها وشايلتها من الارض شيل. يا بنيتي ما عليك منها، البنت ضيفه عندنا ومريضه، كلها يوم يومين الطيب وتروح لديرتها. روحها بلا رده. يما القهر انها جت مع صقر وكانوا ليله كامله لحالهم بالسياره، واكيد اذا بغت ترجع صقر اللي بيوصلها. أقول نامي وتعوذي من الشيطان يا بنيتي. لا يمه، بروح لديمة وبشوف إيش تبغى ومتى بتمشي. أقول نامي نامي، والصباح رباح يا بنيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ديمة تعالي، أنا البرد يا بنت الحلال. يلا بجي. شلون رجلك الحين؟ الان زين الحمد لله. كيف؟ يا هو برد اليوم؟ اي والله برد. انا ما جاني نوم، قلت اشب الضوء واتسمر شوي. انا قوم من البرد والله، قلت اتدفى شوي. ديما بصراحة أنا أحب أعتذر لك. تعتذر لي من إيش؟ يعني أنا
كنت جاف وقاسي معك من البداية، وبصراحة ما صدقت سالفة خطيبك ولا أصدقائك. لا عادي، ما صار إلا الخير. بعدين المفروض ما تعتذر، يكفي إنك انقذتني أكثر من مرة. أتدرين رغم الكلام الحلو هذا، لكن بصراحة لسانك طويل وراسك عنيد. قوية صعب. كأن أحد مسير علينا. خذ ديما وروح انت وياها داخل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومسهلا، حي الله الضيف، تفضل تفضل. الله يحييك. حياك الله. يا هلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. وش لونك؟ ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي. وش تشتغل؟ أنا رجال على باب الله. إيه أدري كلنا على باب الله، بس أقصد وش وظيفتك؟